بسم الله الرحمن الرحيم، وطاب مساكم مشاهدينا أينما كنتم، ودائما عبر برنامجكم حديث الألعاب. هذا البرنامج الذي يهتم لكل الألعاب الرياضية. من خلال هذا البرنامج وأيضا نتحدث عن إدارة القنوات الرياضية، تسعى دائما لتطوير الألعاب المختلفة من خلال تواجد هذا البرنامج الأسبوعي لتغطية كل الاتحادات وأيضا متابعة كل الإنجازات وما تحقق إنجازات المنتخبات السعودية. نتحدث عن هذا الوطن المعطاة الذي نقدم فيه الكثير من خلال ما نشاهده أيضا من عطاءات ومن خير دائما في هذا البلد المعطاة الحقيقة، وما نشاهده هذه الفترة تحديدا. ويوم أمس تابعنا ميزانية الخير، وتابعنا أيضا الحقيقة مشاعر الشعب السعودي من خلال التواجد والحضور والتميز لرياضتنا ورياضة الوطن. ودائما مع رياضة الوطن ما تحقق في إنجاز الجودو في ميدالية ذهبية يضيفها تلك الألعاب المختلفة، وأيضا ما حققوا الكاراتيه من قبل والتايكواندو وغيرها من الألعاب. وهناك أيضا ما نشاهده من تطور في جميع الألعاب المختلفة، وهذا ما يسعدنا بالطبع. دائما مع الوطن وما أحلى من الوطن، وأيضا بقيادتنا الرشيدة نتمنى إن شاء الله أن يحفظ هذا الوطن أمن وأمان، والحمد لله على كل حال. فاصل. حنا رجال أبو فهد، حنا الوفا كله، الدرب واحد والشعب يفداك يا سلمان. احنا رجال ابو فهد، احنا الوفا كله، الدرب واحد والشعب يفداك يا سلمان. احنا رجال ابو فهد، احنا الوفا كله، الدرب واحد والشعب يفداك يا سلمان. على المبادئ والشرف والدين والملة، على المبادئ والشرف والدين والملة، عشنا وعشت يا بلد والحافظ الرحمن. من عهد أبو تركي وهادي شمسك مطلة، يا أرضنا يا عرضنا يا ديرة الإيمان. احنا رجال أبو فهد، حنا الوفا كله، يا سلمان. سيف الفضيلة بالرخاء وبالكايد سلة، سيف الفضيلة بالرخاء وبالكايد سلة، ونعطي من عذو خلقهم نحمد المنان. يضم الزمان وارواحنا بالعز مبتله، وهذا السعودي بالفعل، هذا هو الانسان. رجال ابو فهد، ان الوفا كله، الدرب واحد والشعب يفداك يا سلمان. يا سلمان. بايع والوطن يا ما حلا ظلة، الكل بايع والوطن يا ما حلا ظلة، حضن جمعنا وضمنا عالي مقام وشان، وعلى الوعد يا ابو فهد عقد ولا نحله، وياك يا وفي العهد وياك يا سلمان. حنا رجال أبو فهد، حنا الوفا كله. بالطبع الكل يعني الحقيقة نقف مبايعة لخادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهده. بالطبع هو يوم جميل جدا، نترقب هذا اليوم. وكنا نتكلم عن المبايعة، نتكلم عن
الوفاء من خلال الشعب السعودي، وأيضا حتى المقيمين عندما تقف مع مقيم يتحدث عن هذا الوطن المعطى. نعود لبرنامجنا ودائما مع الإنجازات وما تحقق من إنجازات هذا الأسبوع. نتحدث عن الجودو، ميدالية ذهبية يضيفها أيضا اللاعب سبتي الرويلي، وهو إنجاز للوطن. كما أيضا نشاهد هذه الإنجازات كما تابعنا من خلال تكريم فريق كرة القدم، نتابع إنجازات أيضا الألعاب الفردية. دعنا نقدم ضيوفي. أول طبعا الناقد الحصري والكاتب الرياضي الاجتماعي خالد السبع، مساء الخير ويسعد مساك. مساك الله بالنور أخوي أبو ناصر، وحييك وحيي السادة المشاهدين، وما مثل ما تفضلت في مقدمتك، في وطن الخير نجدد البيعة والسمع والطاعة والولاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين. احنا في وطن الخير فعلا، احنا في وطن النماء، في وطن الازدهار، في وطن الوفاء. والميزانية التاريخية اللي أعلن عنها سيدي خادم الحرمين الشريفين أمس، وكان للشباب ومشاريع الشباب نصيب وافر منها، نسأل الله التوفيق والسداد لحكومة المملكة العربية السعودية، وأن يجعل دائما هذا الوطن في أمن وأمان وفي خير ونماء. ومثل ما قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف اليوم، بأنها ميزانية العزم وبيعة الحزم. نعم. نرحب أيضا بضيفي اليوم طبعا بدون شك لاعب المنتخب قصي عبد الباقي ولاعب نادي الترجي، سعداء بتواجدك معنا، يا مرحبا فيك. يا هلا وسهلا فيكم، وأنا بعد سعيد موجود معاكم في القناة الرياضية الأولى، ونتمنى نكون خفيف ضيف خفيف لطيف على الجميع إن شاء الله. أول مرة تطلع باللقاءات؟ أول مرة. يعني نخف عليك شوي اليوم؟ إيه خف، لا تجلدني واجد. قصي سعادة بتواجدك معنا حقيقة كلاعب منتخب ولاعب صغير، وأيضا من نادي عريق، يعني نادي له تاريخ جدا، نادي الترجي، وما يقدمه هذا النادي من يعني نقول للنجوم للمنتخبات السعودية، ويكفي أيضا من يرأسه الأستاذ حسان الجشي، هذا القيادي الحقيقة الذي أيضا خدم الكرة اليد السعودية وأيضا خدم نادي الترجي. شكرا لك. بالطبع دائما في برنامجنا هي الأخبار، وأخبارنا اليوم الأخبار نقول أخبار أولمبية، أخبار سريعة جدا. نقول الخبر الأول، نأخذ الأخبار أخوي منصور بسم الله. هو خبرنا الأول بالطبع أمير تبوك يستقبل رئيس أعضاء إدارة نادي ضبا الرياضي بمناسبة صعود النادي لمصاف أندية الدرجة الأولى، وبالصورة طبعا يستقبل بطلنا سلطان الزهراني ذوي الجهات الخاصة. الخبر الثاني، اللاعب سبتي الرويلي يحقق ذهبية الناشئين في بطولة الجيجو الدولية للجودو بكوريا الجنوبية. وعندنا قبضة اليد السعودية تصل إلى صربيا وتبدأ الاستعداد لبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. وبدر آل الشيخ رئيس الاتحاد البولينجي يتوج اللاعبين الفائزين في البطولة الفردية 12 والتي اختتمت منافساتها بالرياض. بالطبع احنا نروح لخالد، عودونا أمراء المناطق نتحدث عن تبوك يستقبل ذوي الحجات الخاصة بطل سلطان الزهراني الذي حقق ميدالية ذهبية قبل أسبوع في دبي، يستقبل إدارة نادي ضبا. أيضا لدينا استقبال لسمو الأمير سعود بن نايف يستقبل إدارة نادي الروضة في كل المناطق، كما تحدث قبل قليل ميزانية الخير فيها عطاء للرياضة، تحدث عن استقبالات أمراء المناطق لحرصهم لتشجيع الرياضة الرياضيين. فعلا في 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 وطننا العزيز التكامل في العمل والتكامل في الدعم ما هو فقط من هيئة الرياضة، وقد يبدأ الاهتمام ويبدأ الدعم ويبدأ التوجيه ويبدأ خليني أقول التحفيز من المنطقة أولا ومن الأندية أولا، وما هو غريبة على أمراء المناطق وهم ينفذون سياسة الدولة العامة. يعني سيدي خادم الحرمين الشريفين، دقيقة بس خلينا ناخذ يا منصور وعبد الرحمن ناخذ اللقطات أيضا استقبال الأمير، هو الخبر نفسه. نعم تفضل. سيدي خادم الحرمين الشريفين قبل 48 ساعة استقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يدعم كل النشاطات. إذن أمراء المناطق إن في المنطقة الشرقية أو في كل مناطق المملكة، اهتمام أمراء المناطق شيء ملحوظ، اهتمام أمراء المناطق أعطى دافع كبير للأندية، وكلنا شاهدنا يمكن في المنطقة الشرقية أميرنا المحبوب سعود بن نايف وهو
يحفز أندية النور، مظر، الاتفاق، الترجي، الخليج، أغلب أندية المنطقة الشرقية كان أمير المنطقة شريك في هذه الإنجازات في تحفيز الأندية، وله غريب على الأمير فهد بن سلطان، هو رياضي من الطراز الرفيع وهو رياضي محنك، ونتمنى حقيقة منطقة غالية وعزيزة علينا مثل تبوك أنه تبرز. كان في يعني نادي وحيد كنا نعرفه في تبوك، النادي الوطني، اليوم نادي ضبا، إن شاء الله نتائج يعني مميزة، نتائج بارزة في أغلب مناطق المملكة. نعم، قبل أيضا أنتقل لقصي، خلينا أيضا الخبر الآخر هو الأمير فهد بن سلطان يستقبل أيضا نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بتبوك تحديدا، وبطل فهد أو سلطان الزهراني الذي حقق ميدالية، نعم حقق الميدالية الذهبية مع منتخبنا في اللجنة البارالمبية في دبي مؤخرا، هذا سلطان، وهو أيضا واجهة مشرفة رياضية في تبوك، ولا بد أن نفتخر فيه ونفتخر أيضا بهذا الاستقبال من أمير المنطقة تبوك تحديدا أمير فهد بن سلطان. بدون شك هي استقبالات، يعني هذا الاستقبال كما تحدثنا. أروح لقصي، سعادة بتواجدك معنا كلاعب طائرة، وإن كان اليوم حديثنا بالصدفة أن يكون معنا أيضا واحد أستاذ خالد سبع مارس هذه اللعبة مع المنتخبات في نادي. اليوم نتحدث عن دوري كرة الطائرة تحديدا، المنافسة، الترجي لها حضور تميز، شلون أنتم تشوفوا منافستكم هذا العام تحديدا؟ والله احنا نطمح هالسنة نكون من أول 3 مراكز. نعم، نحاول نشتغل ونعمل جهاز فني وإداري، وهذا عمل مو من سنة وسنتين، حوالي 7 سنوات نبني قاعدة، وإن شاء الله السنة القادمة تجني ثمار هالقاعدة هذه إن شاء الله. شاهدنا، يمكن تابعنا الأسبوع الماضي مباراتكم مع الهلال، كان هناك في ند مع أمام الهلال وتاريخ الهلال. الأسبوع هذا تابعنا أيضا مع الأهلي، حضور وتميز، يعني معناها أن أنت تقارع الفرق المقدمة. والله احنا نحاول نغير عن الروتين الهلال الأهلي في الكرة الطائرة السعودية، ونحاول ننافس ندخل بقوة. نحاول هالسنين القادمة نكسب خبرة من اللاعبين المتميزين كأحمد بخيت وخليل الحجي و نعم ماجد جهني لاعبين الأهلي، نحاول اللاعبين دلين نتخالط إياهم ونحتك فيهم وناخذ خبرتهم. جميل، عشان بعدين نفيد الكرة الطائرة السعودية في المستقبل إن شاء الله. طيب خلينا نروح قصي، ويمكن السؤال أوجهه للأستاذ خالد بحسب خبرته، وش ينقص نادي الترجي حتى يصل ما وصل أيضا الأهلي، الهلال، الاتحاد في سنوات؟ هل هو الاستقرار اللاعبين؟ أنت ما تتكلم مثلا كقصي الآن كلاعب له مستقبل منتخب في نادي الترجي، بكرة ممكن ينتقل للهلال، خاصة في عملك الآن بالرياض أعرف. هذه مشكلة تعانيها الأندية، في هذا يصير عائق، يعني اللاعب يبي يفكر في مستقبله أكثر من ما يواصل يعني هوايته، فأكيد بيلجأ إلى الطريق اللي يناسبه وريحه يعني. زين خالد، السؤال نفس السؤال بطرح لك، أنت تتكلم عن الترجي الآن بدأ له حضور تميز في كرة الطائرة، وش ينقص هذا النادي خاصة هو يفرخ لاعبين؟ يعني أنا أعرف أسماء لاعبة ذهبت لأندية أخرى. الترجي ممكن ما يكون مختلف كثيرا عن العديد من الأندية في المنطقة الشرقية. الترجي بدأ، وهذا اللي احنا دائما نكرره أخوي فهد، أنه متى ما وجدت المنشآت الرياضية، متى ما أبدعت الأندية في 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 تفريخ لاعبين للمنتخبات الوطنية، الترجي فريق عريق مثل ما ذكرت في مقدمتك، ويعتبر من أقدم المملكة وليس أندية المملكة، يعني كانوا ناديين ودمج إلى نادي واحد الشاطئ والبدر. المنشأة الرياضية اللي حصل عليها نادي الترجي تحفة معمارية، نعم نعم، أعطت قيمة فنية للمحافظة، محافظة القطيف، أنه تبدأ في إعادة إنتاج الخامات الطيبة واللاعبين المميزين. نادي الترجي أيضا محظوظ بوجود رئيس رياضي وخبير ومتمكن اللي هو المسيه بالخير الأستاذ حسان الجشي. اهتمام إدارة الترجي بالألعاب المختلفة، الترجي مميز في الطائرة، مميز في اليد، مميز في رفع الأثقال، مميز يعني
الترجي أصبح نادي من الأندية المميزة على مستوى المملكة. زين أنا الحين بس عشان ما نتشعب أنا نعم. ما نختلف على نعم. ماذا ينقص الترجي حتى يقارع الكبار نقول هو يعني في المراكز الأولى؟ أنا أعتقد أنه هم بدأوا في الطريق الصحيح. الآن ما ينقص الترجي سوى الإمكانيات خليني أقول المادية. طيب هم عندهم مشكلة أي رئيس نادي في جميع الأندية لا تقصد بها نادي الترجي يعني يقول كل استثمار عنده مثلا زي قصي يقول بستثمر هذا اللاعب عشان يجيب لي يروح الفريق ينزل صحيح. ليش؟ لأنه في السابق فعلا أخوي فهد في السابق كانت الأندية تنتج لاعبين وتبيعهم للأهلي والهلال نعم. تحديدا وأصبحت المنافسة معدومة. الآن بدأت الأندية شوي تعطي فرصة للاعبينها وتعطي فرصة للنادي ليستفيد نعم. من نجومه. اليوم الترجي ينافس في المركز الرابع، الهداية قريب، الابتسام أيضا يعمل، السلام يعمل، الخليج يعمل، أندية كثيرة تعمل لمنافسة الأهلي والهلال. اليوم الأهلي والهلال أخوي فهد حتى نكون مدامنا نتكلم عن الكرة الطائرة بدأوا الاعتماد على القاعدة، بدأوا الاعتماد على لاعبين إنتاج الأندية، ما عاد الأهلي والهلال يشترون لاعبين من برا لتحقيق نتائج خلينا نقول وقتية وتحقيق بطولات. الأندية اليوم ينقصها الاتحادات، يصير في تكامل مع الاتحادات لأنه نجم مثل قصي يتدرب بمدرسة تونسية ومدرب تونسي في النادي، يروح المنتخب يلقى مدرب صربي، مدرستين مختلفتين تمام، يلقى مدرب أوكراني، يلقى مدرب بلغاري كوبي. إذن التكامل بين الأندية والاتحادات ضروري جدا صحيح. عشان تحافظ على الأندية على تميزها. زين خلينا بروح أنا يعني نشوف أخوي منصور الجدول النتائج اليوم والترتيب الفرق تحديدا في دوري كرة الطائرة، وهو تحديدا نتكلم نشاهد هذا الجدول دائما الهلال الأهلي الاتحاد، اليوم نجد الترجي رابعا وهذا فريق يمكن صاعد لكن يعني يمكن له موسمين صاعد لكن حق نتائج. نروح على اليمين طبعا في النتائج الأسبوع العاشر لدوري كرة الطائرة، أيوة عندي الهدايا والهدايا والاتفاق 3-0، خليج الموج 3-1، الابتسام 3-1، الهلال 3-2 مع الاتحاد، والأهلي والترجي 3-0. خلاص أنا أعتقد أن الترجي ما وصل إليه هذا الترتيب لن يتقدم أكثر. قصي خلينا نروح لقصي ولا في باقي؟ لا إن شاء الله في دور ثاني إن شاء الله نغير الأمور، يعني نقابل الأهلي على ملعبنا والاتحاد على ملعبنا بالصغير. اليوم كاتبين هم في موقع الحساب الاتحاد من هو البطل، الأهلي أو الهلال؟ يعني خالصين لا صد هالسنة الاتحاد يعني كاتبين هم من البطل الهلال ولا الأهلي؟ لا هم يمكن يقصدون بطل الدور الأول لأنه يوم الجمعة يلتقي الهلال والأهلي في بطل مباراة الشتاء في بطل الشتاء في الكرة الطائرة، يلتقون يوم الجمعة متعادلين في النقاط، راح يفرق واحد من الناديين عن الثاني، هذا المقصود بمن هو البطل. لكن ثق تماما أخوي فهد حتى نتيجة الترجي والهلال، ما دمنا نتكلم عن الترجي النتيجة 3-1 ولكن المتتبع للأشواط صحيح قريب يلقى أن النقاط قريبة يعني 25-23 صحيح. واحد من الأشواط إذا ما كنت غلطان 26 كسب الشوط الأول، يعني في نقاط متقاربة. اليوم أنا أكد لك أنه أي فريق يجتهد ما عاد في ذاك الاحتكار أهلي وهلال إلا يمكن نفسية من بعض الفرق. الدور الثاني وإن شاء الله في برنامجنا الطيب هذا راح أذكرك أنه الاتحاد راح يعمل نتائج طيبة، الترجي راح يعمل نتائج طيبة لأنه المستويات أصبحت متقاربة. بالطبع عندما نتحدث عن الإنجازات اليوم متواصلين في هذا البرنامج، هو هذا الأسبوع ما حققه سبتي الرويلي بكوريا الجنوبية تحديدا في الجودو وبمشاركة أكثر من 53 لاعبا، نتحدث عن هذا المنتخب وهو أيضا موجود في كوريا، لكن سيكون معنا إن شاء الله المنسق الإعلامي للاتحاد الجودو الذي انفصل عن أيضا الجيجيسو تحديدا، هذا الاتحاد صار مستقل لكن الاتحاد الجودو حقق ميدالية ذهبية
ويمكن يقول بعض الاتحادات بدأت تتحرك عن الاتحادات الأخرى ما حققه التايكوندو والكاراتيه. اليوم الجودو يكون حاضرا بإنجازات أيضا أسيوية تحديدا وبطولة العالم، وإن كان معنا سيكون معنا إن شاء الله عبد الله موريا للحديث عن هذا الإنجاز. عبد الله يمكن إذا يسمعني كابتن عبد الله سعداء بتواصلك معنا وبتواجدك معنا، ونهني أنفسنا ونهني الوطن بهذا الإنجاز. اهلا اهلا وسهلا اخي محمد دريم ابو ناصر. فهد فهد اخويا فهد الله يحييك. نسيتني نسيتني طبعا اوكي معليش يلا ما اقدر انساك ابدا. يا مرحبا حياك الله. ترى انت زميل دراسه؟ اكيد اكيد وزميل مهنه وكل شيء. نعم يا مرحبا والله سعداء بتواجدك معنا في هذا البرنامج، وايضا سعداء ما تحقق للوطن من أيضا إنجازات تحديدا سابقة، لكن اليوم نتحدث عن الإنجاز الأسوي. حدثنا عن هذا الإنجاز العالمي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أحييك مجددا أخي فهد، وأنا أخطأت في الاسم بداية، أنت برضو يمكن أخطأت في عدد اللاعبين المشاركين في البطولة الدولية. ما عندك مشكلة. وحي السادة المشاهدين طبعا ووسع عليكم بالخير. بداية أخي فهد اسمح لي أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكذلك إلى راعي الرياضة السعودية وداعم الشباب والرياضة سعادة المستشار تركي آل الشيخ. طبعا المناسبة هي حصول منتخب المملكة العربية السعودية للجودو على ميدالية ذهبية في بطولة جيجو الدولية التي أقيمت في كوريا الجنوبية. وحقيقة أنا بصحح معلومة أخي فهد، بالنسبة لعدد اللاعبين المشاركين في هذه البطولة تجاوز 3300 لاعب ولاعبة، هو مستوى أقوى من بطولة العالم. كانت طبعا بدأت البطولة هذه صباح يوم الثلاثاء 19 من شهر ديسمبر، يعني تقريبا أقدر أقول لك تحديدا أمس. خطف طبعا فيها اللاعب سبتي الرويلي اللاعب البطل الدولي، الآن نقدر نقول على البطل الدولي العالمي، لقب بطل عالمي وذهبية وزن تحت 60 كيلوغرام. نعم طيب خلينا نروح معك. طبعا احنا في هذا تحديدا ما حققه سبتي الرويلي سنكون معكم ان شاء الله في اسابيع قادمه، ونستضيف سبتي ونستضيف ايضا الابطال والقائمين على هذا المنتخب تحديدا. اروح معك في الاتحادات الجديده، تابعنا ايضا كنا اول نتقول الاتحاد السعودي للجودو والجيجو تحديدا، لكن اليوم ايوه الحين اليوم انفصل. ايش اللي حتى ايضا المشاهد كان يقول اتحادات جديدة، أنا أقول مو اتحاد جديد. تفضل أستاذ عبد الله. الفصل طيب بينهم. إحنا الآن طبعاً آخر قرارات بالنسبة لهيئة الرياضة إنه فصلوا لعبة الجيجيتسو، واللي سبق أن قمنا بلقاء معاكم في برنامجكم الموقر. نعم. وكان معنا المدير التنفيذي أو عفوا الرئيس المدير الفني للعبة الجيجيتسو. وطبعا فوجئنا الان بانه انفصلت لعبه الجوجيتسو عن اتحاد الجودو، اعتقد انها حتكون باتحاد مستقل او ما ادري ايش حيكون اليتها، انما احنا الان مستقلين لوحدنا. انا هذه اللي اقصده يا عبد الله، لان تداول في الاعلام يمكن خالد كان تابع معي يعتبرون انه هو اتحاد جديد لا مو اتحاد جديد، هو كان اتحاد وفصل، وبعض الاتحادات هي جديده لكن اتمنى انها ممارسه موجوده يعني، وحققتوا فيها انجازات في على مستوى الخليج تحديدا. بالنسبة للجوجيتسو ولا الجودو؟ نتكلم عن الجودو ولا اللعبة أيضا اللعبة الأخرى كلها جميعا. احنا لو تكلمنا عن الجوجيتسو الآن طبعا خلاص يمكن انتهيت منها انت. أتوقع أني أنا ما عاد لي حق الكلام فيها، ولكن الجوجيتسو حققوا ميداليات عالمية برضو وحققوا يعني مراكز متقدمة عالميا وخليجيا وعربيا. إنما خلينا نتكلم الآن احنا نركز في إنجازنا الأخير. نعم. هذا في الجودو، وأنا كان متحدث رسمي للاتحاد السعودي للجودو حاليا. حقيقة هذا إنجاز يعتبر من الإنجازات الكبيرة جدا والقليلة جدا اللي تحققت على مستوى صعيد الاتحاد السعودي للجودو منذ تأسس، وإحنا الآن بنرى الحمد لله متمشين إحنا الحقيقة مع التطور اللي بيصير ومع الدعم الكبير اللي بيقدمه
سعادة المستشار تركي آل الشيخ لدعم الرياضات الفردية والجماعية. ونحن الآن بنحقق الحمد لله على مستوى لعبة الجودو ذهبية في بطولة عالم. طيب انت متخيل ان يكون في وزن واحد اكثر من 300 الى 400 لاعب في وزن واحد وفي الاخير تاخذ انت ذهبيه هذا الوزن، فيعتبر انجاز كبير. عبد الله عندي سؤال اخير بس علشان انا يهمني دائما في اللاعبين مثل هؤلاء، كم عمر عبد سبتي الرويلي؟ سبتي طبعا تحت 15 سنه، يعني طالب لسه. طبعا طالب اكيد. طيب انت كلاعب سابق، انا عارف انك لاعب سابق في الجودو ومارستها وممكن في الكليه غربلتنا يا عبد الله، نتكلم على تحديدا سبتي، وش المطلوب عشان هو بطل الان، لكن انت عشان تعده ايضا مشاركات قادمه ويوصل المنتخب الاول وغيره، ايش المطلوب؟ نتكلم ليس من الاتحاد وليس من اللجنه الاولمبيه، ايضا اللي موجه لرئيس الهيئه الحقيقه لما يقدموا لرياضه الوطن تحديدا من تغيرات كبيره جدا. والله يا اخويا فهد، هل التفريغ، هل مثلا اعداده خارجيا ليكون يمارس اللعبه خارجيا حتى احنا كان عندنا بطل نصنع بطل سابقا؟ نعم صحيح، هو الان بطل زي ما تفضلت. احنا طبعا تركي آل الشيخ احنا ملاحظين انه بيدعم ماديا ومعنويا واعلاميا، بيدعم كل من يحقق مراكز عالميه ودوليه. احنا الان ننتظر الحقيقه دعم سعاده معالي المستشار لهذا اللاعب البطل ان شاء الله، وتبني هذا اللاعب خصوصا انه اللاعب هذا عمره 15 سنه الان. نعم. فان شاء الله متوقعين، وانا متاكد تماما انه حيكون في تكريم خاص من سعاده المستشار او معالي المستشار ان شاء الله تركي لهذا اللاعب. وحقيقه انا احب انوه لك يعني للعلم انه هذا اللاعب والده هو رئيس اللجنه لجنه تنظيم المسابقات في اتحاد الجودو سعاده العميد محمد الرويلي، وهو من دعم هذا اللاعب، وكذلك الاداره واعضاء مجلس الاداره دعموا هذا اللاعب من كل النواحي الفنيه والاداريه والتدريبيه الى ان وصل الى هذا المستوى الجميل، والحمد لله حقق بطولة عالمية. شكرا لك استاذ عبد الله، وان شاء الله الاسابيع القادمة والاسبوع القادم يكون معنا اللاعب وايضا من اعضاء الاتحاد السعودي. شكرا لك استاذ عبد الله، شكرا. حياك الله اخوي ابو ناصر، بامان الله. دائما البطل تجد وراه يعني نقول رجال، يعني انا لما اقول مثلا هذا حقق لنا ميدالية نرجع ليش حقق ميدالية؟ والله كان يدرس في امريكا. لما يقول هذا ليش بطل؟ يقول والله ابوه كذا. هذا الان طلع ابوه في لجنة المسابقات، يعني عشق اللعبة، يعني يمكن ياخذه معاه طوره حتى وصل الى هذه المرحله. نتكلم في العاب القوه نفس الشيء، هناك ايضا ابطال والان اولادهم ابطال. انا اتمنى حقيقه انه تنتهي هذه الظاهره. ليش اخوي ابو ناصر؟ في السابق لو انتهت، لو انتهت خالد انا بوضح لك وجهه نظري عشان يمكن تأيدني بشكل سريع. الظاهره هذه الاعتماد على المجهودات الفرديه في اعداد الابطال هذه نقطه سلبيه. يجب ان يبدا من الآن الاتحادات الرياضية بالكامل العمل بطريقة فنية مدروسة لها دعم من هيئة الرياضة، من الاتحاد نفسه، من اللجنة الأولمبية. اليوم استحداث الـ 16 اتحاد الجديد ما جات من فراغ، جات لحماية الشباب من ممارسة الرياضات خارج إطار التنظيم. نعم. أنا لفتني بس نقطة عشان الوقت، بس عشان برجع معلش، أنا لفتني بس نقطة ومهمة جدا، لا أنا أحتاج أسترسل فيها، إذا عندك شيء يلا تفضل كمله. لفتني في مداخلة الأخ عبد الله مسألة التكريم. أنا أتمنى على هيئة الرياضة، اليوم إحنا قاعدين نحقق ميداليات ذهبية بشكل متواصل، أتمنى على هيئة الرياضة تنظيم عملية المكافآت. أنا يعني تكرار طلب تكريم اللاعبين أصبح شيء غير مقبول في رياضتنا السعودية. أنا أتمنى على هيئة الرياضة العمل على وضع لائحة مكافآت كما هو من السابق واضحة صريحة. لا اليوم لا تغيرنا. نعم كان في السابق، كان بالسابق، ولكن كانت مبالغ، كانت مبالغ مخجلة لا تذكر. لا لا على مستوى يعني كان خادم الحرمين في ذاك الوقت رحمة الله عليه الملك عبد الله عندما يحقق ميدالية أسوية 100,000 وغيرها مليون، كنت تتذكر هذا؟ أتذكر إيه، ولكن يعني جاءت برامج أخرى ونسفتها. نعم. على كل حال اليوم مطلوب، اليوم احنا قاعدين نحقق إنجازات للوطن كبيرة، لابد من تحديد لائحة حتى لا يجي أي اتحاد يسأل اليوم أنا كم مكافئتي. لا، لائحة واضحة، حقق تحصل على كل خير.
ابوك يلعب قصي طايره؟ يلعب طايره مقاومه. عشان كذا صرت موهوب. هذه بعد نظريه تثبت لنا. صحيح. ابوك طيب. كان من الابطال في الكره الطايره واللاعبين المميزين ما شاء الله. بالطبع هي برنامجكم حديث الالعاب لكل الالعاب هنا وهناك، وان كان هذه المره سنذهب الى تحديدا هنا الرياض، وان كنا نتكلم دائما عن الرياض وما ايضا احتضنته الرياض من احتفالات جميله جدا. نتحدث عن احتفالات ايضا المنتخب السعودي والتاهل الحقيقه الاحتفال المشرف، لكن هذه المره هي بطولة المملكة تحديدا الفردية 12 للبولينج، وهذا الاتحاد النشط الحقيقة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. توج بدر آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي للبولينج عبد الرحمن الخليوي بكأس البطولة الفردية 12 للبولينج التي اختتمت منافساتها أمس على صالة المركز العالمي للبولينج، وحافظ الخليوي على لقبه المرة الثانية على التوالي، وتحصل على جائزة المركز الأول عقب فوزه في النهائي على معيض القحطاني بشوطين مقابل شوط واحد، فيما حاز ماجد العضلاني جائزة المركز الثالث. وعلى مستوى الشباب حقق فهد علامة جائزة المركز الأول، ونال بسام عريف المرتبة الثانية، وجاء خالد البويض ثالثا. أول شيء أشكركم على حضوركم وتغطيتكم لهذه المنافسات. هذه بطولة الاتحاد السعودي 12 الفردية، أضفنا عليها فئة الشباب، وكان نظام البطولة يعتبر مميز. الحمد لله لقى استحسان اللاعبين، بالإضافة أننا من الناحية الفنية وضعنا نوع تزييت صعب لرفع معيار الأداء للاعبين. الحمد لله كان التنظيم جدا ممتاز. أشكر زملائي منسوبين في الاتحاد على هذا التنظيم الرائع، وبإذن الله إن شاء الله المستقبل بيكون أفضل وأفضل. أنا سعيد أني أكون ما زلت ممارس للعبة، هذه بتعطيني انطباع مباشر لمعرفة جميع التفاصيل اللي يمر فيها اللاعب من ناحية تطوير، من ناحية نوعية التدريب، مناقشة الجهاز الفني على مستوى عالي. بإذن الله إن شاء الله أنه بيكون له أثر إيجابي في المستقبل. أي شخص يقود العمل في الرياضة أتكلم بكافة مستوياته دائما يكون عنده تميز، سواء اقتصادي، تميز في شيء معين هو يتميز فيه. احنا عارفين بدر انك لاعب مميز ايضا في البولينج، وش هو القرارات اللي انت حاب تتخذها في الاتحاد؟ اول ما تم تعييني كرئيس الاتحاد اتخذت بعض القرارات الفنية، منها التنظيم الفني في مناطق المملكة في جدة والرياض والشرقية، تحديد الفئات السنية والشباب والمنتخب الأول، أيضا وضع برنامج الزمني لعام 2018، واستقطاب مدرب اللي هو السيد محمد جناحي من دولة البحرين. الميزة الأساسية اللي فيه الدورات والشهادات اللي يمتلكها، خبرات دولية من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لأنه إمكانيته لإيصال المعلومة عن طريق اللغة العربية، هذا يعتبر نقطة مهمة جدا للاعبين. إن شاء الله بنلاقي عليها أثر ممتاز في المستقبل. في ظل توجه المملكة في استضافة البطولات العالمية، ممكن أن احنا نشوف بطولات عالمية في الرياض، خصوصا أنه كانت تقام هنا بطولات دولية عالمية في الرياض في البولينج؟ السؤال هذا جدا مهم. في أول بداية رئاسة الاتحاد معالي الرئيس تركي آل الشيخ حريص لتقديم الدعم لرياضة البولينج، وإن شاء الله مستقبلا حيكون في منشآت خاصة للاتحاد السعودي للبولينج تملكها الحكومة بيكون تحت تصرفنا. هذا الأثر أو هذا الدعم حيعطينا إن شاء الله إمكانية عالية استضافة بطولات عالمية، بطولات آسيوية، وأيضا بطولات دولية مفتوحة. الحمد لله هذه المرة الثانية أخذها على التوالي، كانت الأولى في الخبر في المنطقة الشرقية عندنا، المرة الثانية هنا في العاصمة الرياض. الحمد لله هذا
كل من فضل الله ثم دعم الاتحاد السعودي للبولينج على تدريباتنا وعلى المدربين العالميين اللي عندنا. احنا ما نطمح لهذه البطولات بس، نطمح للبطولات اللي نشرف فيها المنتخب الوطني اللي هو المنتخب السعودي للبولينج. عندنا بطولات جاية مهمة لنا بالنسبة لنا كبطولة العالم في أمريكا للشباب، وعندنا إن شاء الله بعد الألعاب الآسيوية إن شاء الله في جاكرتا إندونيسيا. راح إن شاء الله بعد هذه البطولة راح تكون لنا استعدادات ومعسكرات قادمة إن شاء الله بإذن الله على تشريف الوطن بأحسن صورة إن شاء الله، ونرفع راية التوحيد إن شاء الله. أول شيء يرفع بس عشان نشوفه، بس أتكلم عن الشباب في المملكة العربية السعودية اللي حققوا إنجازات بكل تأكيد عالمية، كانوا مشتغلين على نفسهم بشكل كبير جدا. أنت في لعبة البولينج قاعد تشتغل على نفسك بشكل كبير، أداء تدريب، تسمع النصائح من الأبطال في المملكة العربية السعودية في البولينج؟ أكيد. وأولهم رئيس الاتحاد السعودي للبولينج اللي هو الأستاذ بدر علي الشيخ، لاعب معروف آسيوي عالمي. نكتسب منه خبرة، نقعد معاه، نعرف الصح من الخطأ، الخبرة الزيادة. احنا تونا جايين، كنا من بطولة آسيا الفلبين، كنا ماخذين المركز الثالث في آسيا الحمد لله. تدريبات، لازم تدريبات يومية شبه يومية اللي هي ممكن 5 أيام في الأسبوع. نحاول ان نطور نفسنا نوصل مرحلة بروفيشنال. البطولة الفردية للبولينج 12 قيمة بالرياض وبحضور رئيس الاتحاد بدر آل الشيخ. وبدر آل الشيخ طبعا غني على التعريف، هو طبعا يعني على قولهم صاحب اللعبة، لكن شيء جميل جدا لهذا البولينج. أيضا نشاهد إن شاء الله يكون حاضر أسويا وفي المحافل الدولية. قصي، أعود معك، لاعب المنتخب قصي عبد الباقي، لاعب المنتخب ونادي الترجي لكرة الطائرة. يمكن السؤال اللي ما سألناك فيه، أنت كلاعب منتخب، مستقبل المنتخب كيف تشوفه؟ احنا دائما نناقش المنتخب، لنا سنه ونناقش مع خالد، انت كلاعب مع المنتخب كيف تراه؟ هل في نقله، في تحسن ان شاء الله؟ صار المنتخب يعني احنا اداره جديده تطمح لتطوير المنتخب وان شاء الله لاداره المنتخب، ولا قصدك الاتحاد الجديد؟ الاتحاد الجديد، كاتحاد جديد. نعم، الاتحاد السابق بعد ساعه في التطوير شوي، وان شاء الله احنا نامل منهم ان شاء الله يصير منتخب قوي يمثل الوطن بشكل كبير ممتاز. في يمكن خالد طرح يعني موضوع المدرب، انت كمدرب تونسي في النادي وانت تذهب المنتخب مدرب صربي، يأثر عليكم في التكتيك، في الاداء، في يعني في كل شيء يأثر؟ في تتكلم مثلا عن مدرسه مثلا عربيه، ولا تتكلم عن مدرسه تختلف كليا؟ زي احنا في منتخب الناشئين تأسسنا منتخب بلغاري. جميل. المدرسه البلغاريه تختلف عن المدرسه الكوبيه، فريق الاول مدرب كوبي، فصار اختلاف حتى في المهارات، كل واحد يحاول غير المهارة نفسها. وين تشوف الاختلاف تقريبا؟ يعني نبغى شخص لنا في احد المهارات تحديدا، خليني اعطي المشاهد. مثلا المدرب البلغاري دابت تستقبل تحرك يدك معاه. نعم، في الاستقبال. مدرب الكوبي بك بس واقف كذا. انت تختلف معاه. يعني هذا اعتقد بالخالد، يمكن انت في هذا المتابعه في بعض المهارات، يعني زي ما هو قال النقطه في اختلاف، يعني معناها ان في 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 تطور في بعض الدول في لعبه كره الطائره. طبعا انت بتتكلم عن الاستقبال في كره الطائره، تثبيت اليد، وفي الاستقبال يقول لك حرك يدك يمين يسار. لا، هو شوف فعلا، يعني هذه مثلا جزء من ما هذا اللي انا اقوله قبل شوي. اللاعب في النادي يتأسس على مدرسة، يروح منتخب الناشئين مدرسة مختلفة، الشباب مدرسة ثالثة أخرى. إذن توحيد المدارس، وهذا ضروري، وأنا حقيقة فرصة صحيح الآن إنه رسالة لاتحاد الطائرة برئاسة الدكتور البابطين المهندس علي آل هتيلة، بدأ برنامج طموح جدا وعقد شراكة مع الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة. أتمنى أنه هذه الشراكة تستمر، وأتمنى أنه يدعم المهندس علي آل هتيلة لمواصلة هذا البرنامج، لأنه هذا البرنامج هو الخطوة الأولى لتطوير المنتخبات السعودية في الكرة الطائرة. وفرصة نمسي بالخير على الأستاذ عبدالهادي العبابي
لأنه هو اللي كان داعم المهندس علي. وإذا نبي نوصل فعلا في الكرة الطائرة لابد من وضع برنامج واضح المعالم، لا يتغير مع تغيير الأشخاص، لا يتبدل مع تبديل إدارة المنتخبات أو إدارة الاتحاد، حتى يكون في استمرارية. توحيد المدارس في المنتخبات ضروري، التنسيق والتكامل مع الأندية أيضا ضروري. في الدول المتطورة في الكرة الطائرة أخوي أبو ناصر، المسؤولين على المنتخبات يعطون الأندية ومدربي الأندية يلزمونهم إلزام بعض البرامج الخاصة بلاعبي المنتخبات. أنا عندي قصي في الترجي، عندي خالد في الرياض، طيب. عبد الله في نادي آخر، هؤلاء لهم برنامج من مدرب المنتخب يجب صحيح. أن ينفذ في النادي حتى يصير فيه تكامل وما يصير فيه اختلاف. إذا على التطوير أنا دائما أتكلم على الملاعب، شوف هذه المباراة، يعني مباراة تتحدث عن مباراة تجمع الترجي والأهلي في هذا الملعب، نتمنى أن نشاهد بساط، نشاهد متعة كرة الطائرة اللي تحدثنا عنها سنوات، وكل اتحاد يأتي ويجي اتحاد آخر ويبقى الحال كما هو الحال، المشاهدة هي صورة واحدة. السبب تفضل. أنا أبغى أذهب لتقرير، لكن تقول لي السبب، قول لي السبب سريع. السبب أنه لازلنا إلى الآن لا يوجد لدينا صالات متخصصة، وهذه اللي نتمنى من هيئة الرياضة، هذا هو الدعم الفعلي الحقيقي للرياضة السعودية، لكل اتحاد. للرياضة السعودية يجب أن يكون لكل لعبة صالة مخصصة. الصالة اللي احنا نشوفها هذه متعددة، الساعة 4 يلعب طائرة، الساعة 6 يلعب سلة، الساعة 7 يلعب يد، ولذلك البساط موجود في كل الصالات، لكن فرد البساط يحتاج إلى وقت، ضروري المنشآت الرياضية أن تتطور. بالطبع برنامجكم حديث الألعاب مستمر، ولكن دائما مع الاتحادات ومع من يتواصل مع البرنامج تحديدا حديث الألعاب، أيضا نتحدث عن طاقم القنوات الرياضية السعودية وتحديدا مراسل القناة الرياضية السعودية تواجد في بطولة المملكة للتيكواندو للناشين والبراعم، لنشاهد. اختتمت منافسات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للبراعم والناشئين على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 18 ناديا من النخبة، وأدار المواجهات 32 حكما بقيادة الحكم الدولي فائز السلولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد. وحضر المواجهات مدير مكتب الهيئة العامة للرياض بمنطقة الرياض عادل عسيلي، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أبو بكر كردي، ومدير الاتحاد سامي الطلب، حيث حل نادي السلام في مقدمة الفرق، فيما جاء نادي كميل ثانيا ونادي التهامي ثالثا. أما في منافسات الناشئين فقد حل نادي السلام أيضا في المركز الأول، وجدة في المركز الثاني وصيفا، فيما حل الهلال ثالثا. وأشاد نائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أبو بكر كردي بالمستوى الفني الرائع الذي ظهرت به الفرق المشاركة، مشيدا بالتعاون القائم بين السفارة الكورية والاتحاد في تنمية العلاقات بين الشعبين والنهوض باللعبة. أول مرة أنا نكون في بطولة المملكة للناشئين، والحمد لله المستوى كويس، وإن شاء الله في المستوى المستقبل يكون أفضل شيئا. فشفنا الأبطال من مناطق المملكة وفيهم أبطال مميزين وفيهم، ولكن فيه شغل كبير، وإن شاء الله المستقبل يكون بمجاهدة الاتحاد المملكة العربية السعودية وبكل الأعضاء أن يكون في السنة الجاية أفضل إن شاء الله يا رب العالمين. البطولة هذه طبعا هذه بطولة المملكة الناشئين والبراعم أبطال المناطق، وشرفنا السفير الكوري أنه كرم البطولة بكأس باسم السفير، والحمد لله كان المستوى يعني جيد جدا، وهذا تطور عندنا في الاتحاد وفي الرياضة عندنا، ونطمح إن شاء الله أنه هذا التطور يبرز لنا شباب للمنتخب إن شاء الله. مش الهدف من إقامة مثل البطولات، وأيضا يعني وضعها بشكل جدا مناسب، أيضا نتكلم عن مبالغ مالية تقدم، أيضا دعم كبير جدا يجد اللاعب، في أكيد أهداف لكم أنتم في الاتحاد. يمكن شفت أنت الشباب، طاقة شباب ما شاء الله من براعم وناشئين، و يعني طاقة شباب على كل الفئات، وهذه إذا ما استوعبت في الرياضات المفيدة فهذه مشكلة عند الاتحادات الرياضية، وهذه هدف
الرياضة عندنا في البلد الأول، إنه استقطاب هالشباب ونخليهم يحطون طاقاتهم في هذه الرياضة أفضل من إنه يفرغها في مكان ثاني. الحمد لله، يعني احنا اليوم مبسوطين جدا بالمستويات المشرفة والمستقبل الواعد اللي بإذن الله أن ينتظره للأبطال المستقبل في الناشئين والبراعم. إن شاء الله تكون هذه البطولة فاتحة خير لنا في المنتخب لضم أكثر من لاعب في مختلف البطولات القادمة والاستحقاقات الجاية بإذن الله. البطولة مسمها بطولة أبطال مناطق للنخبة، حضورنا اليوم لاختيار لاعبين مميزين لإضافة المنتخب بي وليس إيه، الإيه موجودين لكن إضافة المنتخب بي في عام 2018 راح يعتمد إن شاء الله من قبل الاتحاد السعودي للتايكوندو. والحمد لله البطولة اللي بطولة البراعم والناشئين تم اختيار تقريبا 8 لاعبين للمنتخب بي. من فضل الله وفضل الكابتن وجهود الإدارة النادي كنت حققت بطولة المملكة ويعني المركز الأول، وقبلها يعني حققت إنجاز ثاني بطولة فرنسا وأول بطولة ريغا وأول بطولة العالم. وطبعا ما أنسى الجهود الدولية الخارجية في إدارة المنتخب فنيا، ويعني فنيا من الجهاز الفني والجهاز الإداري، ما أنسى فضلهم ولا أنسى فضل النادي والكابتن اللي أخرجني لهذه اللعبة. بالنسبة للبطولات هذه بطولتين، طبعا بطولة البراعم وبطولة الناشئين، طبعا حبيت أصحح لسه باقي على نهاية الموسم، ولكن هذه بطولة تعتبر قاعدة للبطولات القادمة، لأن يهمنا اللي هم البراعم والناشئين هم الأساس والقاعدة للعبة التايكوندو. الموسم ولله الحمد يمتاز طبعا بالتنظيم الرائع طبعا والدعم اللامحدود من قبل الرئيس العام لهيئة الرياضة، و طبعا الدعم من رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري ونائبه ومجلس الإدارة. وكذلك طبعا الحمد لله رب العالمين اللعبة من حسن إلى أحسن وفي تطور مستمر طبعا، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل التعاون بين لجان الاتحاد وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد، في نقلة نوعية صارت للعبة التايكوندو طبعا من 2017، بداية 2017 بمشاركات اللي صارت الداخلية والخارجية ولله الحمد. طبعا حققنا عدة ميداليات من ضمنها كانت بطولة العالم لأحد اللاعبين اللي هو محمد السويد بطل عالم للناشئين في بطولة العالم اللي أقيمت في شرم الشيخ 2017 ولله الحمد. وكذلك حصل على جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم للرياضيين. والحمد لله رب العالمين الاتحاد السعودي للتايكوندو قادم على ان شاء الله مستقبل جيد ان شاء الله بفضل تعاون الجميع ان شاء الله. احنا مع كل الاتحادات بس تتجاوب مع ايضا ادارة القنوات الرياضية من خلال التواصل، وسنكون ان شاء الله حاضرين في كل المناسبات ولكل البطولات التي تقام، سواء شاهدنا اليوم البولينج وكما هو التايكوندو، وان شاء الله سيكون الاسبوع القادم لدينا ايضا تغطية في جازان وغيرها من المناطق، كما اليوم تابعنا من تبوك وبرنامجكم هو لكل الالعاب. ارجع لك اخوي خالد على موضوع تحديدا كرة الطائرة اللي تحدث فيه قصي، وأيضا تحدث فيه توحيد المدارس، تحدثنا عن الملاعب تحديدا في توحيد الملاعب لكن نتحدث عن الصال، لكن ماذا يعني قصي في توحيد المدارس التأسيس كلاعب واصل للمنتخب؟ بمعنى أنه أنا في النادي لدي مدرسة، مدرسة أسستني ناشئين وبراعم، مدرسة خلينا نقول أفريقية أسستني في البراعم والناشئين، في المنتخب مدرسة آسيوية، في منتخب الشباب مدرسة من أمريكا الجنوبية أو اللاتينية. توحيد المدارس مهم على الأقل، على الأقل في المنتخبات، على الأقل في المنتخبات، لأنه ما تقدر، أنا برأيي توحيد المدارس لكل الألعاب ضروري جدا إذا الاتحاد بيدعم الأندية.
لكنه صعب لأنه كل نادي يختار حسب إمكانياته وحسب رغبته. لكن كاتحاد وجوء توحيد المدارس في الثلاث درجات هذا مهم جدا، واعتقد انه حسب علمي انه تم انهاء عقد المدرب الكوبي والان جاري البحث او عن مدرب اخر. اتمنى ان تكون مدرسه صربيه او حتى من امريكا اللاتينيه قويه، نتكلم عن مدارس مختلفه ومتعدده، ولكن توحيد المدارس يعني الناشئين والشباب والفريق الأول لابد من توحيد المدارس فيها، تكون مدرسة واحدة حتى لا يصير فيه تفاوت أو اختلاف في التفكير في العقليات. وأيضا على الاتحاد عدم السعي للتعاقد مع مدرب لمجرد أنه مدرب عالمي، أيضا نبحث عن المدرسة اللي تناسب بيئتنا. تناسب إمكانيات اللاعبين السعوديين وظروفهم الدراسية والاجتماعية، ناخذ مدرسة قريبة. يعني احنا ما نقدر نطوع المدارس أو نطوع المدربين مثل ما احنا نبغى، بقدر ما احنا نجيب منه يتناسب مع وضعنا ويتناسب مع بيئتنا. ويكون مثلا مدرب المنتخب بجولة على الأندية تحديدا ويحضر تدريبات الفرق خاصة في القطاعات السنية اللي تحديدا، اللي يعطى تقارير عن هذا المدرب هل هو مناسب مش مناسب، لأنه ما ذكره قصي بعد ممكن. أنا أعتقد مناصر أن المهندس علي آل هتيلي وهو رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بدأ يخطو خطوات صحيحة، خطوات علمية، خطوات مدروسة فعلا مدروسة. لما نقول ما هو عمل عشوائي في السابق وإلى وقت قريب قبل البطولة بشهر عطونا فلان 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 كشوفات موجودة. نعم. اليوم لا، اليوم صار في متابعة للاعبين في أنديتهم، متابعة للاعبين أثناء الدوري، متابعة وحثيثة جدا. قصي دائما حديثنا يمكن خالد معي هو طبعا كناقد حطي في البرنامج معاناة اللاعبين حول المشاركة مع المنتخب بالنادي من تحديدا نقول الاستئذان العمل، أنت كيف تميز بين العمل وبين مشاركتك مع المنتخب؟ هل هي متيسرة يعني ولا فيها شوية صعوبة؟ لا الحمد لله أي مهمة وطنية العمل حقي ساعات يعني ما في أي تواجه أي مشكلة. ما في أي مشكلة. يمكن نقول الوالد أيضا دافع بالنسبة لك خاصة هو عاشق للكرة الطائرة. أكيد هو اللي زرع الحب كرة الطائرة في يعني في يعني. الآن أنت تتحدث عن عملك طبعا بعيد عن ناديك، كيف تتمرن؟ حل العمل حقي عطني تفريغ جميل عشان اتمرن مع النادي، لانه في احتمال في بطوله قريبه مع العمل. فحين اتمرن مع النادي وقت الدوري. خالد يمكن تحدثنا في هذا الموضوع كثير على موضوع اللاعبين وتفريغهم تحديدا خاصه في اللي هم مستقبل. نعم هو حقيقه الجهه عمله انا احييهم الاخوان في القوات الجويه تحديدا. صحيح. من خاصة القوات الجوية وفي تحديدا في جميع الألعاب في كرة الطائرة نتحدث في ألعاب القوة يعني هم طبعا وهذا شيء يشكرون عليه وحقيقة يجب أن يذكر بأنهم القوات الجوية أو أفرع القوات المسلحة بشكل عام. نعم. ساهموا في تأمين حياة لاعبي المنتخب من خلال توفير وظائف وتأمين مستقبلهم من خلال إيجاد وظائف للرياضيين أو للمميزين في المنتخبات. جميل. القوات الجوية حقيقة وبالذات في الكرة الطائرة، لما أذكر القوات الجوية لأنه في الكرة الطائرة أغلب يعني خلينا أقول بنسبة 80% من لاعبي المنتخب السعودي الأول والشباب يعملون في القوات الجوية ومسهل لهم الكثير والكثير. الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ خالد. شكرا لك وكل عام وطننا بخير وصحة وسلامة. شكرا. ودام عزك يا وطن. خالد السبع الناقد الحصري لبرنامجنا الحديث الألعاب. قصي عبد الباقي لاعب منتخبنا ونادي الترجي بمحافظة القطيف، شكرا لك قصي. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. شكرا بالطبع لكم الشكر أيضا متابعينا في هذا البرنامج، وأيضا نجدد الدعوة للاتحادات دائما سيكون ذا البرنامج هو برنامجكم للوقوف مع المنتخبات أينما تكون وأيضا مع الإنجازات في هذا البرنامج. إدارة القناة الرياضية ترحب بكل الدعوة التي تصلها وسنكون إن شاء الله حاضرين بتغطيتها. هذا فهد الدرامي يحييكم ومن خلف طبعا بقيادة المخرج منصور عبد الله الغامدي وكافة زملائي فريق عمل حديث الألعاب دمتم بألف خير.